يعني تفوق على ميسي 2009، تفوق على كاكا 2006، تفوق على رونالدو بثلاث اربع سنوات كان بها تقييم عالي. كريم بنزيما هو اعلى تقييم بالناس اللي حصلوا على جائزه افضل لاعب بالعالم. زين، يعني لو سالتك لاعب عالمي مفتقده بدون، لا يعني ما يحتاج كريم بنزيما بعيد، يعني اكيد كريم بنزيما. بس تقول لي بعيدا عن الميول. لا لا لا، اكيد كريم بنزيما. يعني لاعب عالمي مفتقده بهذا المونديال ونحقق تذكر ثلاث اسماء. هو مفتقد ايطاليا كلها يعني على الحلاوه الحلاوه. اي طبعا، اي صراحه يعني ايطاليا الكل مفتقد، أي حتى اللي يشجع ايطاليا. اي صراحه، اي بس شوف يعني انا صراحه بنزيما يعني ما صار اكو يعني متابعي المونديال يختلفون على انه مفتقديه. نيمار افتقدناه صراحه. وياك. لا يعني ثلاثه تريد هواي هواي قلت لهم. نيمار بعد الاصابه صراحه للاسف يعني، وما نيمار شاهدنا او لا بس سوى اللعبه شاهدنا. لا يعني مثلا تقدر تقول راموس، تقدر تقول ساديو ماني، تقدر تقول اكو هواي اسماء. راموس مستدعي بس ما ادري. لا 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 راموس اي صراحه يعني انا راموس الصور كان هواي حيضيف للدفاع الاسباني، يعني لان هو حتى قام يرجع رودري اللي هو لاعب ارتكاز ده يلعب قلب دفاع. شوف بعد يعني لويس انريكي عنده افكار ثانيه يمينه. وصراحه برايي يعني افتقدنا مستوى هازارد يعني، اللي يعني للاسف صار شبح يعني ويا المنتخب البلجيكي. يعني هازارد تالي عمره ينزل دقيقه 80 دقيقه 82 يعني في فتره كان هازارد يعني على قد النجم الاوحد ما حد يحكي بالزينه. يجون على ريال مدريد بالموز يعني، ما حد يحكي بمنتخب البرازيل هسه دعامته الاساسيه فينيسيوس ورودريجو سواهم الريال شوي لوح شوي. يجون على هازارد يا بابا اي ظروف كره القدم، اي ظروف كره القدم. كاكا ما انا اشوف كاكا مسيرته بالريال يعني اول موسم بالريال كان لاعب كلش مؤثر اول موسم، بعد الاصابه موسم 2009 أيه. 2009 أيه. 2010 كان يعني حتى خصوصا بدايه الموسم اول اربع خمس لعبات سته كان قطعه اساسيه بتشكيله بلغريني. رونالدو كان يقعد بيها وكاكا ما يقعد بيها الى ان صارت الاصابه. لو انطيك 100 مثال راح تدافع عن ناديك المفضل. انت رجل تتحدث بعاطفه المشجع، هذا من حقك. نسمي الاشياء بمسمياتها. كاكا يمكن انت اختاريت الطب حتى تلبس الابيض على مود ريال مدريد، ما استبعدها هاي. يمكن بس ما اشجع الزوراء. مو ماكو مهنة تلبس اخضر، اكو مهنة تشيل لبس اخضر وياها؟ ما ادري اكو. ماكو مو؟ زين، لاعب عالمي مفتقدة بهذا المونديال؟ والله انا استغربت صراحة من تشكيلة المنتخب الفرنسي اللي ما بيها نقول كانتي صراحة. مصاب. مصاب. يعني كان شبهه مصابين. اذا مفتقدة وين مصاب؟ يعني حرام يعني الكماشة مثل ما يسمونه. محمد صلاح طبعا. صدق يعني محمد صلاح خسارة. محمد صلاح خسارة بما وصل له بالأندية يعني. محمد ما يستاهل صراحة. أيه. المفروض كان متواجد يعني. المونديال خسره والتاريخ مال المونديال قطر خسره. وما ننسى يعني رياض محرز. رياض أيضا نعم. يعني رياض ومنتخب الجزائر كله هو خسارة لل يعني لاعبين على مستوى مؤثر جدا يعني، خصوصا ما يقدمونه بالبريمير ليج. يعني حرامات يعني هذه النسخه تخلى من هيش دواعي. مو بس تشجع التنادي وين دكتور؟ انا ما سالتك. انا ما اشجع الدوري الاسباني هاي، انا اشجع بس بالبريمير ليج. ايه؟ ارسنال. الله اسمه الجنرس التزميل. هذا رابع ضيف في هذا الموسم لازم. يشجع يعني ارسنال هواي بالعراق الظاهر يشجعون. لا ايه. لا الظاهر هاي تاهيلات الصداره. لا طلعوا ارسنال غايبين هاي.